بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الماضية وقفنا عند هذا المثال، بلشنا بالسب بروسيجر، حكينا إذا حكيت لك بروسيجر بقصد فيه سب. بالسب بروسيجر الصيغة العامة إله ببلش بالكي وورد سب، بعدين اسم السب بروسيجر، بعدين بين أقواس البراميتر ليست، وتعلمنا صيغة البراميتر ليست، وآخر شيء إنت سب. ما في as return data type لأنه السب ما بيرجع قيمة، بس أقواس باراميتر ليست بكتب الجمل اللي بده ينفذها السب بروسيجر، بعدين انت سب، وما بيحتوي على جملة ارجع. أخذنا مثال الديمو، السب بروسيجر ديمو استقبل قيمتين state as string و pop as double، وهذا رح يطبع بس عبارة داخل list box اسمه lst output، رح يطبع الستيت الولاية مع عدد سكانها بالملايين. وريناك إذا استدعيت هذا الديمو ممكن استدعيه اعطيه، كيف بستدعي السب بروسيجر؟ لاحظ اسم، خلينا نكمل بقطع النت تتحملونه. حكينا كيف بستدعي السب بروسيجر اسمه، ولاحظ السب بروسيجر ما بسند له قيمه ولا بيكون ضمن تعبير. يعني لو جيت قلت lstbox.items.add بين أقواس ديمو أس فاصلة، خطأ. ليش؟ لأنه السب بروسيجر ما بيرجع قيمة. الفانكشن إذا بتلاحظوا إنه الفانكشن لما كنت أستدعيه كنت أستدعيه ضمن تعبير داخل جملة أكبر، زي مثلا is even استدعيته داخل جملة if. ليش؟ لأنه الفانكشن بيرجع نتيجة، النتيجة بتستفيد منها، إما بطبعها أو بستخدمها ضمن تعبير. أو لاحظ الفانكشن cost of item، القيمة اللي رجعت استدعت لـ text box. انتبهوا كيف كنا نستدعي الفانكشن، لأنه كمان الفانكشن هي نفس الصيغة أعطانا إياها، صيغة استدعاء الفانكشن function name. لو رجعنا للصيغة العامة بنلاقيها function name بين أقواس argument list. هاي تعريف الفانكشن. لما قلنا عن صيغة الاستدعاء قال لي function name بين أقواس argument list، بس لما كنت أستدعي الفانكشن كنت أحطه داخل تعبير، إما النتيجة اللي بترجع أسندها لتكست بوكس، أو أطبعها بليست بوكس، أو مثلا أستخدمها داخل تعبير حسب نوع القيمة اللي بدها ترجع، صح؟ بس اللي انتبهوا إنه السب بروسيجر ما بيرجع نتيجة، لهيك لما أستدعيه بستدعيه بس عن طريق اسمه بين أقواس الأرجمنت ليست، الاسم هي البروسيجر نيم بين أقواس أرجمنت ليست، ما بحطه داخل تعبير، ما بستخدمه داخل تعبير. ليش؟ لأنه ما بيرجع نتيجة، ما راح يرجع نتيجة. شوفوا ديسبلاي سام لما استدعيته، ولا مرة قلت له تكست بوكس 1 دوت تكست يساوي ديسبلاي سام أو ال اس تي. ليش طيب؟ لأنه هو ما بيرجع نتيجة، إذا عملت هاي الشغلة بعطيني ايرور، لازم استدعيه بس اسمه بعدين argument list. حكينا السب النتيجة هو بطبعها ما بيرجع لي إياها. تعلمنا شفنا بالسب بروسيجر ديمو، حكينا ممكن الارجمنت لما نستدعي هذا السب بروسيجر ممكن الارجمنت يكون literals قيم. أنا محكي له ديمو هون CA 38، هاي قيم literals، بصير ولا بصيرش؟ بصير. قيمة CA رح تروح للستيت، قيمة 38 رح تروح للباب، خصوصا إذا كان by val. إذا كان by reference ممنوع، غير variable. إذا كان by ref روح على by ref، رح أشوف إنه الأرجمنت لازم تكون متغيرات. بس إذا كان by val الأرجمنت ممكن تكون قيم عادية، ممكن تكون متغيرات قيمها معروفة، وممكن. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نكمل، تحملونا لو ما يفصل النت ما بنقدر نشغل المحاضرة، لأنه المحاضرة مهمة، ما ظلش وقت معنا كثير، في حالكم قرب الفاينل. لاحظوا أنا عملت سب بروسيجر ثاني غير الديمو اسمه ديسكرايب، أي سب ديسكرايب أقواس فاضية. شو بيعني؟ بيعني إنه هذا السب بروسيجر الباراميتر ليست فاضية. شوفوا ديسكرايب سب مش فانكشن، ببلش بالسب اسمه ديسكرايب تاسك،
الأقواس فاضي شو يعني؟ يعني الباراميتر ليست فاضي، بصير الباراميتر ليست تكون فاضي، آه بحط الأقواس فاضي زي الفانكشن. آخر شيء إند سب، وهذا البروسيجر نشوف شو بيعمل. بطبع أول إشي بيعمل lstbox.items.clear، متذكرين هذا الخيار؟ هذا الخيار شو يعني؟ بمسح محتويات الليست بوكس، شو ما بكون فيها محتويات رح يفضيها. بعدين رح يضيف فيها مجموعة من العبارات lstbox.items.add this program displays، هذا بوصف البرنامج، هذا سب بروسيجر وظيفته وصف البرنامج. بضيف عبارات على الليست بوكس، شو بيعمل البرنامج؟ هذا برنامجي بيعرض the name of the دكتورة. نعم دكتورة. نعم دكتورة، مش مبين الشاشة، مش عامل شير، وقد ما فصل. طيب نعم لاحظ describe task، حكينا هذا sub procedure، البراميتر ليست فاضية، أحط له as double مثلا، قلنا لا ما فيش بعد البراميتر ليست return data type لأنه هذا sub. شو بيعمل هذا؟ بمسح محتويات الليست بوكس وبطبع مجموعة من العبارات بتمثل وظيفة البرنامج. This program displays the name of the name and population of a state. طيب نشوف البرنامج كامل بالزر بالسب بروسيجر الخاص بالضغط على الزر اللي اسمه btn display.click. شو عملنا؟ عملت استدعاء داخل السب بروسيجر، بس اللي اي سب بروسيجر اللي بيعالج btn display.click، يعني الضغط على الزر اللي اسمه btn display. من داخل هذا السب بروسيجر راح ابلش تنفيذي، يعني مجرد ما اضغط على الزر راح يستدعى هذا تلقائيا، مش بحاجه لاستدعاء، راح يستدعى ينفذ جسمه. طب شو في بجسم هذا السب بروسيجر؟ استدعاء للسب بروسيجر ديمو. لاحظ هاي جمله ايش؟ جمله استدعاء، كولينج ستيتمنت. كولينج لمين؟ هاي كولينج ستيتمنت. كولينج ستيتمنت لمين؟ للسب. لا تقول لي هذا فانكشن، هذا سب، من استدعائه، من طريقة استدعائه. طب ليش من طريقة استدعائه بعرف انه سب مش فانكشن حتى لو مش شايفه؟ لان انا استدعيته ما حطيته ضمن تعبير اكبر. هاي اسمه والارجومنت ليست بس، اسمه ديمو. حكينا شو راح يصير اذا استدعينا سب او فانكشن؟ شو بصير؟ بنتقل التنفيذ من النقطة اللي انا فيها للبروسيجر المستدعى، راح ينتقل مباشرة التنفيذ لديمو. هاي أول خطوة قلنا. الخطوة الثانية تمرر الأرجومنتس للباراميترز واحد واحد. مين بالأول؟ CA. CA رح يمرر لمين؟ لستيت. شو هاي الستيت؟ هاي باراميتر. حكينا موقع بالذاكرة بتنشئ مستطيل فوقيه كلمة ستيت قيمته CA، رح يصير قيمة الستيت CA، ورح ينشئ موقع بالذاكرة باراميتر اسمه بوب قيمته 37. لاحظ بعدين بعد ما مرر، لاحظ من ال btn display_click استدعينا ديمو، لأن استدعيت ديمو شو صار؟ انتقل التنفيذ لديمو. بعدين مررت الارجمنت للباراميترز، اتفقنا على هاي الخطوة. بعدين راح ادخل على جسم ديمو، راح ادخل على جسم السب بروسيجر ديمو. اول جملة لقيتها شو هي؟ describe task across. هاي جملة ايش؟ كمان هاي جملة calling statement. هاي calling لمين؟ calling statement لمين؟ لل sub procedure describe task. شو رح يصير؟ رح يترك demo ويروح على describe task. طب قول لي ترك demo، بقول لك هو بيعرف بس يخلص describe task رح يرجع على demo، وبس يخلص demo بيرجع على btn display_click. إذا في جمل برجع بنفذها، ما فيش خلاص بطلع. اتفقنا؟ تدعى ديمو، انتقل التنفيذ لديمو، مرر الارجمنت اللي هن الستيت صارت CA والباب صارت 37. دخل على جسم ديمو عشان ينفذه، لقى بداخله جملة استدعاء للسب بروسيجر ديسكرايب تاسك.
شو رح يصير؟ قلنا مجرد ما يلاقي جملة استدعاء بنتقل التنفيذ للبروسيجر المستدعى اللي هو describe task. طب في argument يمررها؟ لأنه الباراميتر ليست فاضية. انتبهوا، جملة الاستدعاء كانت الارجمنت ليست فاضية. ليش؟ لأنه الباراميتر ليست فاضية، الارجمنت ليست كمان فاضية. انتقل الاستدعاء لديسكرايب تاسك، رح ينفذ ديسكرايب تاسك. أول إشي رح يتنفذ ديسكرايب تاسك، هي بفضل ليست بوكس وبطبع لي داخلها بالسطر الأول ديس بروجرام ديس بليس، بالسطر الثاني انتبهوا أنه بالآد كل واحد بسطر the name and population، السطر الثالث of a state. طب خلص describe. بعد ما استدعينا ديمو مررنا الارجمنت للباراميترز داخل جسم ديمو، لقيت استدعاء للdescribe task، انتقل التنفيذ للdescribe task. describe task تنفذ، عمل مسح لمحتويات الليست بوكس، طبع عبارة this program this place the name and population of a state، طبعا كل واحدة بسطر داخل الليست بوكس. خلص describe task، برجع التنفيذ مباشرة على ديمو. نين أنا طلعت لما استدعيت describe task من ديمو؟ رح يرجع التنفيذ لديمو. طب يرجع نفس الجملة؟ يرجع يستدعي نفسه كمان مرة؟ لا، برجع إذا كان function برجع نفس السطر، إذا كان sub procedure برجع على السطر الثاني. وين برجع؟ listbox.items.add فراغ empty string. ها شو يعني empty string؟ يعني طرق سطر فاضي. ها شو وظيفتها؟ بترك سطر فاضي باللست بوكس. طيب بعد ما ترك سطر فاضي، الجملة اللي وراها التنفيذ تسلسلي لحد ما يخلص ديمو. طيب الجملة اللي وراها طبع بالليست بوكس قيمة state اللي هي CA has population 37 مليون. طب خلص هسع ديمو، خلص ديمو، هاي وصلت للإنت سب. وين أرجع؟ وين أرجع من ديمو؟ برجع على اللي طلعت منه. منين طلعت؟ من BTN display underscore click. لو في جمل ولا جملة استدعاء ديمو بكملها، ما فيش جمل خلاص انسب وقفت. شفنا كيف استدعينا ديمو من بي تي ان، رحت على ديمو، لقيت جملة استدعاء لديسكرايب تاسك داخل ديمو، رحت على ديسكرايب تاسك، بس كملت ديسكرايب تاسك رجعت على ديمو الجملة الثانية. بس خلص ديمو، وين رجعت؟ على بي تي ان ديسبلاي اندرسكور كليك. لو في جمل ورا جملة استدعاء ديمو بكملين تنصل للانسب، بس أنا بعد استدعاء ديمو لقيت انتسب، يعني خلصت، وقف البرنامج. لاحظت الـ output this program displays the name and population of a state، سطر فاضي TA has population 37 million. طب كيف عرفت إنه هيك الـ output؟ describe task طبع لي هاي العبارات، بعدين رجعت على ديمو، بالديمو ترك لي سطر فاضي وطبع لي قيمة الستيت اللي هي CA has population. خلص، رجعنا على BTN display underscore click، لقيته خلص، اتوقف التنفيذ. طيب نشوف بعد what's the output، what's the output of the following code. private sub button 1 underscore click handles button 1 dot click. نشوف أول إشي بحكي لك مثلاً. طب أنا أقول لي كيف بدي أعرف إني بدي أبلش من button 1 underscore click؟ بحكي لك عند الضغط على الزر، عند الضغط على الزر راح أبلش من البروسيجر الخاص بالضغط على الزر، استدعى تلقائياً. داخله شو حكالي؟ أنفذ جملة جملة، حكينا list box 1 dot items dot add test. يعني أول عبارة راح تظهر بسطر داخل الليست بوكس اللي هي تيست، بسطر راح تظهر كلمة تيست. طب بعد كلمة تيست شو لقيت؟ لقيت استدعاء لسب بروسيجر اسمه ديسبلاي بروك. استدعينا السب بروسيجر ديسبلاي بروك، يعني استدعيته راح ينتقل التنفيذ قلنا لديسبلاي بروك، ويمرر رح ينشئ موقع جديد اسمه num1 يعطيه القيمة 6. خلينا نكمل. بعدين طبع عبارة تيست، بعدين استدعى ديسبلاي بروك، استدعى ديسبلاي بروك، انتقل التنفيذ لديسبلاي بروك،
num1 أنشأ باراميتر اسمه num1 أعطاه القيمة 6 وأنشأ باراميتر num2 من نوع double أعطاها القيمة 5.6. بعدين أنشأ متغير محلي اسمه z. ليش بدي أسميه محلي؟ لأنه خاص بالديسبلاي بروك اسمه z. صار عندي لحد الآن num1 قيمته 6 num2 قيمته 5.6 بالعشرة وz. هاي ثلاث متغيرات هذول نعتبرهن محليات بس أطلع من ديسبلاي بروك بحطمهن. بعدين شو قال لي list box 1.items.clear يعني عبارة تيست هاي اللي طبحها بالسطر الأول بس اجى هون مسحها يعني ما فيش تيست. لا تقول لي في تيست وطبع تيست بس ما استدعى بروك شو عمل مسح محتويات الليست بوكس مسحن يعني لحد الآن الليست بوكس فاضي. طيب بعدين قال لي الزد يساوي num1 num1 اللي هو 6 زائد الماث دوت راوند اوف num2 راوند اوف num2 5 و6 بالعشرة قديش تقريبها 6 6 زائد 6 12 إذا زد قيمتها كم 12 طبع لي بالليست بوكس ذا ريزلت تساوي 12. لاحظ شو النتيجة يعني لو قلت لك شو الاوتبوت تقول ليش تيست بعدين ذا ريزلت يساوي 12 الاوتبوت ذا ريزلت يساوي 12 طب وين راح التيست مسحها. لاحظ خلصنا ديسبلاي بروك رجعنا على البتون 1 دوت كليك لقيته خلص فيش جمل بعد ديسبلاي بروك بعد الاستدعاء خلص وقفت شو النتيجة؟ The result يساوي 12. طب قول لي تيست وينها؟ أقول لك تيست لما جينا هون عمل كلير صح طبع تيست بالبداية بس يجينا هون عمل كلير مسح. لميس عندك سؤال؟ مسح المحتوى مسح المحتوى بعدين حسب زد num1 6 زائد بعد ما عمل راوند لنم 2 اللي هي 5 و 6 بالعشرة تقريبها 6 6 زائد 6 12 الريزلت تساوي 12. خلص ديسبلاي بروك وين يرجع؟ يرجع على المستدعي اللي هو button 1 دوت كليك button 1 underscore click بس هذا button 1 underscore click بس رجع على بعد جملة الاستدعاء لقى end sub يعني هذا السب بروتيجر خلص وبالتالي خلص البرنامج خلص التنفيذ النتيجة الريزلت تساوي 12. نقارن بين الفانكشن بروسيجرز والسب بروسيجرز خلينا نقارن نعرف نقارن. آية عندك سؤال؟ آية بني عيسى رفعت إيدها وين؟ اسألوا عندك سؤال اسأل خلينا نقارن. تقدر تقارن السب ببلش بالكيورد سب الفانكشن ببلش بالكيورد فانكشن السب بنتهي بانت سب الفانكشن بنتهي انت فانكشن الفانكشن إله اسم والسب إله اسم الفانكشن إله باراميتر ليست والسب إله باراميتر ليست الفانكشن بيرجع قيمة لهيك بعد الباراميتر ليست بحط as return data type السب بروسيجر لا يرجع قيمة لهيك بحطش as return data type الفانكشن بيحتوي على جملة إرجاع السب لا يحتوي على جملة إرجاع الفانكشن بستدعيه اسمه مع الارجمنت ليست بس والسب بستدعيه اسم السب مع الارجمنت ليست بس السب بتكون جملة الاستدعاء لحالها مستقلة مش داخل جملة أكبر مش داخل تعبير أما الفانكشن جملة استدعاء بتكون داخل تعبير هذول لازم تكون لخاصة بدون ما نقرأ. لاحظ the sub procedure are accessed using a calling statement والfunction accessed باستخدام calling statement functions are called بس الfunctions جملة الاستدعاء منحطها where would you expect to find a literal or expression يعني جملة الاستدعاء ما بتكون لحالها زي السب بالسب جملة الاستدعاء بتكون لحالها بس الاسم مع الارجمنت ليست بالفانكشن لا لأنه بدي رجع نتيجة حسب نوع القيمة اللي بدها ترجع من الفانكشن ممكن أستخدم هاي جملة الاستدعاء ممكن أحطها أسندها لمتغير ممكن أطبعها ممكن أستخدمها داخل تعبير ممكن أستخدمها بشرط إف جملة استدعاء الفانكشن أما السب لا السب بتكون جملة الاستدعاء مستقلة. معطينا إكزامبل الفانكشن بقول result يساوي function call أو list box dot items of add بعدين بين أقواس function call أما sub procedure بحط sub call لحالها مستقلة بتكون both can perform similar tasks الاثنين ممكن يؤدي نفس الوظيفة. طب شو بفرق إذا بدي أرجع النتيجة قلنا بعمله function إذا بديش أرجع النتيجة بدي يطبع لي إياها هو مباشرة بعمله sub. Both can call other procedures.
الفانكشن بيقدر يستدعي سب والسب بيقدر يستدعي فانكشن والفانكشن بيستدعي فانكشن والسب بيستدعي سب. كل واحد بيقدر يستدعي، يعني مش لازم لأنه فانكشن ممنوع يستدعي سب مثلا، لا فانكشن بأي لحظة احتاج وظيفة بيأديها سب بروسيجر روح بيستدعي. السب بروسيجر بأي لحظة هو يشتغل بكوده احتاج لا وظيفة بيأديها الفانكشن بروح بيستدعيه. لهيك بحكي لنا both can call other procedures. Use a function when you want to return one and only one value. ما تعملوا function مش sub. إذا بدي رجع نتيجة والنتيجة تكون واحدة فقط بستعمله بستخدم function مش sub. ضل عندنا موضوعين passing by value and by reference والscope rules. نشوف شو يعني by value شو يعني by reference. إحنا تعلمنا لحد الآن اللي ما تعلمنا البراميتر list كنت أقول by val x as double by val y as integer by val. طب هي بس by val قلت لك ممكن تكون by val ممكن تكون by ref. by val معناها passing by value، طريقة تبرير الargument للبراميتر by value يعني القيمة. by reference طريقة التمرير العنوان، عنوان موقع، هاي معناها by value تمرير قيمة by reference تمرير عنوان موقع. طيب راح نشوف بالتفصيل وشو الفرق بيناتهم. راح نشوف السب بروسيجرز ذات ريتيرن ا سنجل فاليو. نشوف الباي فال اند باي ريفرنس. باراميترز ان سب بروسيجرز هيدرز ار بريسيدد باي باي فال اور باي ريف. بحكي لنا كل باراميتر بالباراميتر ليست سواء كان فانكشن ولا سب، بالفانكشن وبالسب كل باراميتر ممكن اسبقه بكلمه باي فال او باي ريف. الباي فال stand for by value، باي ريف stands for by reference. طب شو يعني باي فال وباي ريفرنس؟ لحد الان احنا كل شيء عملناه باي فاليو. شو يعني باي فاليو؟ باي فاليو بتنشئ موقع جديد للباراميتر وبتعطيه قيمه الارجمنت. شو باي فاليو؟ شو بعمل؟ بنشئ موقع جديد للباراميتر وبعطيه قيمه الارجمنت. إذا تغير الباراميتر ما بتغير الارجمنت لأنهم بيكون الموقعين مستقلين مختلفات عن بعض. اتفقنا؟ شو يعني باي فاليو؟ بنشئ موقع جديد للباراميتر وبمرر له القيمة، القيمة فقط، قيمة الارجمنت. إذا الباراميتر تغير الارجمنت ما بتغير. باي ريفرنس لا، ما بنشئ موقع جديد، الباراميتر بصير اسم ثاني للارجمنت. يعني إذا غيرت الباراميتر بيكون تغيير مباشر على الأرجمنت.